Merhaba arkadaşlar. Metin derslerimize hoş geldiniz. Hala ikinci kitaptayız. İkinci cildin 16 dersini bitirdikten sonra karşımıza Kıraatun Hurra yani serbest okuma parçaları çıkıyor. O da 4 metinden ibarettir. Şimdi Kıraatun Hurra 1 metnini okuyacağız. Metnin başlığı في السوق المحلي. في السوق تشارشدا، المحلي محلة، يعني محلة تشارشسندا. ذهب مصطفى وأسرته إلى السوق. ذهب جدي مصطفى وأسرته ذا أيلسي إلى السوق تشارشيا. مصطفى ذا أيلسي تشارشيا يوم الخميس بارشامبا بجنو ليشتروا. satın almak için ma ihtiyaçlarını satın almak için kana suq muzdahiman çarşı kalabalıktı li enne hada suq yuqamu marratan fi kulli usbu' li enne hada çünkü bu çarşı yuqamu kuruluyor marraten bir defa fi kulli usbu' her haftada bir kere kuruluyor. Yati sukkanu'l hayyi ileyhi yati gelir sukkanu sakinler ya da halk el hayyi mahalle yani mahalle halkı geliyor ileyhi oraya. Li yashteru ma ihtiyacun ileyhi li yashteru satın almaları için ma ihtiyacun ileyhi ihtiyaçlarını. Min melabisa قيافه الاردان ومواد غذائيه قدمت دالريندان وغير ذلك بنوند دخل مصطفى واسرته زقاقا دخل جيردي مصطفى واسرته عائلسي بالكتاب زقاقا بير سكا يدا بير ارايا فيه انواع كثيره من الملابس الرجاليه والنسائيه فيه أنواع كثيرة شوك فار من الملابس قيافة لاردان الرجالية آرك قيافة لاري والنسائية بيان قيافة لاري وملابس الأطفال تشوجوك قيافة لاري وفيها الفساتين يعني تشيندا دا فيستان نارفار والقمصان جملك لارفار والبلوزات بلوز لار وأنواع الحقائب والأحذية، وأنواع تشيشيتلري، الحقائب شنطالار يعني شنطة تشيشيتلري، والأحذية أياكابو، يعني أياكابو تشيشيتلري والاحذيه اياكابو يعني اياكابو فار اختار مصطفى قميصا قطنيا وبنطالا أسود، اختار ساتشتي مصطفى قميصا قومليك قطنيا باموكلو، يعني مصطفى باموكلو يعني مصطفي باموكلو قو ساتشتي وبنطالا أسود ذا سياه بنطلون وأخيرا صن اشترى مصطفى ملابس من الصوف والقطني اشترى ساتنالد مصطفى ملابس قيافة لار من الصوف يندان والقطني باموكتان وأحذية من الجلد الصناعي وأحذية أيا من الجلدي، داردان الصناعي سوني، يعني سوني اي داردان أيا كابولار ساتنالدر، لأولاده، ثم دفع الثمن، سونرا فيات أوددي، ثم سونرا دفع أوددي الثمن فيات للبائع ساتجيا، وتابع التسوق، تابع تاكيبي التي التسوق آليش فريشاه. ذهبوا الى قسم المواد الغذائية ذهبوا قدتلر الى قسم بلما المواد الغذائية قضاء مدّلري بلما قدتلر طلبت زوجة مصطفى ان يشتري سمكاً ودجاجاً طلبت طلبت استدي زوجة مصطفى مصطفى الشي ان يشتري سطن المص سمكاً ودجاجا تافوك وبعضا من الجبن براز بينير وعلبة بيض بيركولي يمرطا كان مصطفى يفضل شراء اللحم من السوق الكبير مصطفى بيوك تشارشدان ات ساتن ترجيه ديوردو لأن اللحم هناك شنكو أرادا ات طازج طازة ورخيص أجوز Ve ba'de şirâil hacet ihtiyaçlarını satın aldıktan sonra lâhaza Mustafa Mustafa fark etti ya da dikkatini çekti. Enne bintehu sagîra küçük kız çocuğu ehezet lü'beten bir oyuncak aldı. Feştaraha Mustafa Mustafa satın aldı. Ve defa'a femeneha lil ba'i. Ve defa'a ödedi. Femeneha fiyatını lil ba'i satıcıya. Ve ba'de en tecevvelu kalilen biraz gezdikten sonra adu ila menzilihim evlerine geri döndüler. Metnimiz bitti arkadaşlar. Şimdi metinle ilgili ifadeler, ibareler ve yeni kelimeler kelimelerin Türkçesini söylüyoruz. Sukun çarşı onun çoğulu esvakun çarşılar. İhtiyaca ihtiyaçlandı ya da ihtiyaç duydu. Yehtecu احتياج ضيور احتياجا احتياج ضي ماك احتاج احتياج ضي مزدحم كالبالك انون فارغ بوش اسبوع هفتا انون اسابيع هفطلار، ساكن اطران انون شغلو سكان اطران حيون حي مهلا انون احياء مهلا مادة ارن انون مواد زقاق سكاك أنون شولو أزقة نوع ششيت أنون أنواع فستان فستان أنون فساتين قميص جملك أنون قمصان بائع سطج أنون زد مشترين ألج بلوزة بلوز أنون شولو بلوزات حقيبة çanta onun çoğulu hakaibu hizaun ayakkabı onun çoğulu ahziyetun defa'a yedfa'u defan, idfe, öde ödemek öde ödüyor vesaire femenun fiyat onun eş anlamlısı si'run tabi'a yutabi'u mutabi'aten tabi takip etmek ya da devam etmek tazecun taze onun zıddı ba'itun bayat rahisun ucuz onun zıddı galin pahalı. Hacetün ihtiyaç. Onun çoğulu hacetün. Onun eş anlamlısı ihtiyacun. Şahede yüşahidu müşahedeten şahit. izledi izliyor, izlemek, izle. Lü'betun, oyuncak. Onun çoğulu el'abun. Tecevvele, yetecevvelu, tecevvülen, tecevvel. Gezdi, geziyor, gezmek, gez. Metnimiz ve yeni kelimelerimiz bitti. Hayırlı akşamlar.